رحمة الله عليه. عن تأسيس النصر وتأسيس الهلال، عطنا السبب لماذا انفصل الشباب الهلال عن الشباب وتأسس، ما هي أسباب هذا التأسيس؟ انما موضوع انفصال الهلال عن الشباب هذا انا اقول يعني الله حليم ستار، والله يغفر الموتى ويتجاوز عنهم، والاطراف القضيه كلهم توفوا. طيب احكم بحكامك، المكان مكانك، والزمان زمانك، موطن موطن، العب يا سيد العابين، يا سلام يا سلام.